ازاي تعمل داونلود او تحميل لاي مقطع فيديو من على التيك توك وبدون علامه مائيه بدون وجود شعار التيك توك؟ الطريقه سهله جدا وبسيطه اولا هنروح لمقطع الفيديو اللي احنا حابين نحمله وليكن مثلا المقطع ده ما. بنفتحه بالشكل ده وبنضغط على الثلاث نقط اللي موجودين في اسفل يسار الشاشه الثلاث نقط الافقيين بنضغط عليهم بيفتح معانا الخيارات دي عندنا هنا خيار نسخ الرابط بنضغط على نسخ الرابط كده رابط الفيديو اللي احنا حابين نحمله أصبح موجود معانا دلوقتي هنروح على الموقع اللي أنا هسيبه لكم في الديسكريبشن أسفل الفيديو بمجرد الضغط على الرابط اللي موجود في الديسكريبشن أسفل الفيديو هياخدنا مباشرة على الموقع اللي احنا هنروح عليه دلوقتي زي ما قلنا ان احنا بننزل في الديسكريبشن او في وصف الفيديو بنضغط على الرابط اللي موجود في الوصف بيفتح معانا نفس الصفحه اللي احنا شايفينها قدامنا او بنروح على جوجل وبنكتب سناب تيك بنكتب سناب تيك في السيرش بتاع جوجل وبنختار الخيار الاول اللي بيظهر معانا في البحث بيفتح معانا نفس الصفحة دي دلوقتي احنا معانا رابط الفيديو اللي احنا نسخناه من التيك توك هننسخ هنعمل لاصق للرابط هنا بنعمل لاصق للرابط اللي احنا جبناه من التيك توك هنا وهنضغط على داونلود او تنزيل زي ما احنا شايفين بننتظر لحظات طبعا هنا بيجيب لنا اسم الحساب اللي احنا بنحاول ننزل منه الفيديو هنضغط على الخيار الاول وهو داونلود سيرفر 1 هنضغط عليه طبعا في اعلانات موجودة على الموقع ده بنقفل الإعلان من الإكس اللي موجودة في أعلى يمين الشاشة وهنضغط على داونلود هيظهر معانا طبعاً الويندو ده هنضغط على داونلود أو تنزيل وبننظر هنا فوق في الأعلى في أعلى يمين الشاشة السهم اللي موجود في الأعلى تم تنزيل الفيديو السهم اللي نازل لأسفل باللون الأزرق هنضغط عليه هنجد إن الفيديو أصبح موجود معانا هنا سناب تيك هنضغط عليه وعلشان نحفظ الفيديو عندنا في الهاتف بنضغط على علامه الشير او المشاركه اللي موجوده في اسفل يسار الشاشه وهنضغط على سيف فيديو او حفظ الفيديو وبالتالي الفيديو اصبح موجود عندنا في الهاتف دلوقتي هنروح نجيب الفيديو من الهاتف زي ما احنا شايفين الفيديو اصبح موجود معانا دي كانت الطريقه يا ريت لو استفدت من الفيديو تضغط لايك واشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديد وشكرا جزيلا على المتابعه